بكم يا أصدقائي في السلسلة الجديدة كيف تفوز في أقل من 20 نقلة. هذه السلسلة هامة للغاية لأنك ستتعلم النقلات الصحيحة في الافتتاح، وكيف تستفيد من أخطاء الخصم، وكيف توقع به في فخ عميق، أو بالعكس كيف تتخلص من هذا الفخ. ولكي نعظم الاستفادة من كل فيديو سنضيف في البداية موقف نهاية الدور، والفقرة التالية سيكون موقف تكتيكي مع سؤال، ونبدأ في الفقرة الثالثة وهي الفقرة الرئيسية وتتكون من دور قصير ونتعلم منه شيئا جديدا خاصة في الافتتاح، وفي النهاية إجابة نهاية الدور، ثم نختم الفيديو بإجابة للموقف التكتيكي شعار هذه القناة: الدراسة العميقة مع المتعة المؤكدة. وإذا أعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل إعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك. وفي هذا الفيديو نرى ليونيد شتاين، هو أحد الجراند ماستر الروس الذي لمع وبرع في مرحلة الستينات من القرن العشرين، وكان المنافس الأكبر لأساتذة هذا العصر مثل تال وبتروسيان وسباسكي، وأسلوبه يشبه كثيرا أسلوب أليخين، ولذلك كان يسمى تلميذ أليخين النجيب، بينما لازلو بورتش فهو مجري وأسلوبه يشبه كثيرا أسلوب بوتفينك، ولذلك كان يلقب ببوتفينك المجري. وفي هذا الفيديو نرى التلامذة شتاين وهو يلاعب بورتش، ولذلك أسميت الفيديو إحنا التلامذة. بينما فقط التكتيك سنستمتع بملك الربط بول مورفي وهو يفوز بسهولة ويسر، بينما مرحلة نهاية الدور فنحن نكمل في النهايات الصعبة، وزير وقطعة صغيرة يفوزان على وزير ورخ بطريقة مبتكرة ورائعة. أرجو أن يصل الأصدقاء إلى فكرة الفوز. ودلوقتي نبدأ فقرتنا بسؤال نهاية الدور. في الموقف اللي أمامنا، الأبيض والأسود لديهما وزير، ولكن الأسود متفوق لأن لديه رخ أمام فيل، وكذلك لديه بيدق زائد، ولكن ميزة الأبيض الوحيدة هو أن لديه النقلة وقد استغلها جيدا لكي يفوز على الأسود. يا ترى إيه هي النقلة المفتاح، وكذلك ما هي فكرة الفوز؟ الفقرة الثانية هو سؤال موقف تكتيكي. في الموقف اللي أمامنا، مورفي بيلعب بالأبيض، والأصدقاء من عشاق مورفي عارفين جيدا أنه كان خبير في استعمال الربط ودائما يفوز به. وفي هذا الموقف الفيل رابط الحصان على الملك، بينما الفيل الآخر ممكن نقول أنه رابط الحصان والفيل على الوزير، وهو يستغل هذه الخاصية بكل براعة. ولكن يا ترى إيه هي النقلة المفتاح اللي وصل بيها للفوز؟ والفقرة الثالثة وهي الرئيسية هنستعرض دور قصير. شتاين بيلعب بالأبيض ولعب E4، وبورتش رد C5 الدفاع الثقلي، نايت F3 E6 D4 CD4 نايت D4 E6. بالنقلة دي دخلنا فيما يسمى تفريع كان، وهو أحد التفريعات الهادئة في الدفاع الثقلي: بيشوب D3 نايت F6 كاسل كوين C7. وهنا النقلة المعروفة هي كوين C2، والأبيض بيحضر للعب C4 عشان يمنع الأسود من لعب النقلة المحررة E5، لكن شتاين كمل بالنقلة الغير معتادة نايت D2، والأسود هنا يستطيع لعب النقلة المحررة D5 لكن أجلها قليلا ولعب نايت C6 طالب الحصان، وبعد نايت C6 BC6 الأبيض لعب F4، وهنا مرة أخرى الأسود جات له الفرصة للعب النقلة المحررة D5 لكن أخرها قليلا ولعب بيشوب C5 تشيك. الأسود بيعبق قطعة وفي نفس الوقت بتنبه على الملك، لكن شتاين بيعلق على هذه النقلة بأن ده تنبو وهمي لأنه أعطاله الفرصة للذهاب بالملك إلى المربع H1، وده مربع أكثر أمانا. وهنا الأسود مرة أخرى يستطيع لعب النقلة المحررة D5، وفي هذه الحالة الأبيض حيرد بالنقلة E5
ولذلك الاسود اهمل النقلة دي 5 ولعب بدلا منها النقلة دي 6 وبيمنع نقلة الابيض اي 5 وبيحضر هو اللعب النقلة اي 5 بنفسه. ولذلك اشتاين كمل بنايت اف 3 وبيمنع الاسود من لعب الاي 5. الاسود تسرع ولعب النقلة اي 5 ودي نقلة سيئة لانها بتضعف هيكل بيادئ الاسود، وكان من المفترض بدلا من لعب الاي 5 ان يكمل بالنقلة النشطة نايت جي 4، بيهدد بنايت اف 2 تشيك بشوكة للملك والوزير ولابد للابيض من تضحية الفرق. واذا كمل كوين اي 2 الاسود بيكمل في هجومه بكوين اي 7، واذا الابيض رد باتش 3 بيحاول يطرد الحصان الاسود هيكمل نايت اف 2 تشيك كينج اتش 2، وهنا الاسود ممكن يكمل بالنقلة القوية اتش 5 على اساس التهديد بنايت جي 5 تشيك، والابيض مضطر ان ياخد والاسود بياخد طالب الحصان وبيفتح العمود اتش على الملك والاسود له هجوم قوي. ولكن الاسود اغفل لعب النقلة نايت جي 4 ولعب بدلا منها النقلة السيئة اي 5، وبعد اف اي 5 دي اي 5 الابيض لعب نايت اتش 4 طالب يحتل المربع اف 5، والاسود قام بالتبييت نايت اف 5. الحصان بالطبع موقفه قوي ولكن الاسود مازال يستطيع الاخذ على المربع اف 5 ويستغنى عن ميزة زوج الافيال، لكن بيتخلص من الحصان المزعج. وربما دي كانت افضل نقلة في هذا الموقف، لكن بورتش لعب بيشوب اي 6 والنقلة دي هيثبت انها نقلة سيئة، لان في النهاية الاسود اخذ الحصان واصبحت هذه النقلة نقلة ضائعة. على اي حال الابيض اصبح له الفرصة للعب كوين اي 1 ثم كوين جي 3 وبدء الهجوم على جناح الملك، لكن شتاين لعب مناورة مشابهة بكوين اي 2 طالب يلعب كوين سي 4 ويتخلص من فيل المربعات البيضاء اي 5. الابيض بدأ في تنفيذ الخطة ببيشوب سي 4 وبيضع الفيل على نفس الوتر مع الملك، ولذلك الاسود لعب كينج اتش 8 وابتعد عن الوتر، لكن هذه النقلة نقلة سيئة وكان من الافضل التكملة باخذ الحصان، رغم ان في هذه الحالة الفيل هيفقد نقلة وهي البيشوب اي 6. وبعد الروك تيكس اف 5 الاسود يلعب نايت اي 8 والحصان في طريقه للمربع دي 6 بشوكة للفيل والرخ، والاسود موقفه ما زال متماسك. ولكن بدلا من الاخذ الاسود لعب كينج اتش 8، وهنا الابيض بدأ الالعاب النارية ببيشوب جي 5. الابيض طالب يكسر على المربع اف 6 ويفتح موقع الملك المبيت، والحصان تراجع للمربع دي 7 والابيض بدأ ينشط القطع بروك اي دي 1، وهنا الاسود حاول يتخلص من الفيل المزعج بنايت بي 6 طالب الفيل وبيجبره على التكسير، لان لو الفيل تراجع الاسود هيلعب اي 4 والفيل مضطر للتكسير، لكن هذه النقلة نقلة سيئة والابيض عقبه عليها فورا بنقلة حاسمة. يا ترى ايه هي؟ شتاين تقمص روح اليخين ولعب نايت تيكس جي 7، وبعد هذه التضحية الابيض بيفوز في كل التفريعات، لان الاسود لو حاول يتخلص من الفيل بالحصان هيخسر فورا ببيشوب اف 6 بيهدد بتشيك ميت في نقلتين باخذ الفيل وكشف كش، والملك مضطر للذهاب للمربع جي 8 والابيض بينهي الموقف بكوين جي 4 تشيك ميت، ولذلك الاسود مضطر للعب كينج جي 8، وهنا الابيض بيلعب نايت تيكس اي 6 طالب الوزير وطالب كوين جي 4 تشيك ميت، وبعد اف اي 6 كوين جي 4 تشيك كينج اف 7. وهنا اللاعب العادي ممكن يلعب كوين جي 7 تشيك ويفوز بالوزير، ولكن اللاعب المحترف بيكمل بكوين اتش 5 تشيك كينج جي 8 كوين جي 5 تشيك كينج اف 7 بيشوب اي 7 تشيك بيكشف كش بالرخ، والاسود مجبر على لعب كينج اي 8 وهنا بتجيء المات بروك تيكس اف 8 تشيك ميت. بينما لو الملك اخذ الحصان هيخسر فورا ببيشوب اف 6 تشيك
والملك لو ذهب للمربع جي 8 الابيض هيلعب النقله الرائعه كوين دي 2 طالب كوين جي 5 تشيك ميت، والدفاع الوحيد هو التحرك بالرخ وانتاج مربع هروب للملك، لكن الابيض هيكمل بكوين اتش 6 وبيمنع مربع الهروب وطالب مات، والدفاع الوحيد مرة اخرى هو البيشوب اف 8، وهنا الابيض بيلعب كوين جي 5 تشيك، والاسود لازم يغطي بالفيل والابيض بياخده بتشيك ميت. اذا التراجع للمربع جي 8 لا يصلح، والافضل الذهاب للمربع جي 6، وهنا الابيض بينهي الدور ببيشوب تيكس اي 6 اف تيكس اي 6 كوين جي 4 تشيك كينج اف 7، واللاعب الهاوي بيلعب كوين سي 7 ويفوز بالوزير، والمحترف بيعطي تشيك ميت كما راينا منذ قليل. ولذلك الملك لا يستطيع اخذ الحصان، وفي الدور بورتش كمل بيشوب تيكس سي 4 طالب الوزير، لكن تفاجأ برد الابيض. يا ترى ايه هو؟ اشتاين لعب النقلة الرائعة بيشوب اف 6، ودلوقتي الاسود لو اخذ الوزير الابيض هيعطي تشيك ميت في نقلتين بنايت اف 5 تشيك، بيكشف كش بالفيل وبعد كينج جي 8 نايت اتش 6 تشيك ميت، ولذلك لا يستطيع اخذ الوزير. بينما اذا تراجع بالحصان للمربع جي 7 طالب الفيل الابيض هيكمل ببساطة روك تيكس دي 7، واذا الاسود اخذ الرخ الابيض بيعطي تشيك ميت في نقلتين بنايت اي 6 تشيك، بيشف كش بالفيل وبعد كينج جي 8 كوين جي 4 تشيك ميت. اذا النايت دي 7 لا تصلح، وفي الدور بورتش دافع بالنقلة بيشوب اي 7 طالب يتخلص من الفيل المزعج، لكن شتاين متقمصا روح اليخين لعب نقلة الدور الرائعة اللي اجبرته على التسليم فورا. يا ترى ايه هي؟ شتاين لعب النقلة الهادئة ولكنها مدمرة كوين اف 3. النقلة دي ببساطة بتحمي الفيل، ولو الاسود اخده بياخد بالوزير وتشيك ميت في الطريق، ولكن الاهم لو الاسود دافع بكينج جي 8 الابيض هيفوز فورا بنايت اي 6 طالب الوزير وطالب كوين جي 4 تشيك ميت، والاسود لا يستطيع الدفاع عن التهديدين ولذلك سلم. وبالفعل شتاين اثبت انه تلميذ مخلص لمدرسة اريخين. ودلوقتي نبدأ في الاجابات باجابة نهاية الدور. فكرة الابيض في الفوز هو اعطاء الملك كش من وتر موجود عليه مع الوزير، ففي عدم وجود البيدق يستطيع الفوز فورا ببيشوب اي 4 تشيك، والملك لازم يغادر والابيض بيفوز بالوزير وبيفوز بالدور، ولكن لا يستطيع الوصول لهذه الفكره في وجود البيدق، ولذلك لعب سي 4 تشيك. والملك اذا ذهب للمربع سي 6 مثلا هيلعب بيشوب اي 4 تشيك، والملك والوزير على نفس الوتر والابيض هيفوز، واذا دافع بالبيدق الابيض بياخده ببساطة في حماية البيدق وايضا يفوز، ولذلك الملك مجبر على اخذ البيدق، والابيض بيحاول يصل لنفس الفكرة وبيلعب بيشوب بي 3 تشيك، والملك لو عاد للمربع بي 5 الابيض هيفوز ببيشوب اي 4 تشيك ويفوز بالوزير، بينما اذا ذهب للصف الثالث هيكون مع الوزير على نفس الصف والابيض هيفوز فورا ببيشوب اف 7 تشيك ويفوز بالوزير ويفوز بالدور، ولذلك الملك ليس امامه غير الوصول للمربع دي 4، وهنا بتجي نقلة الدور الساحرة بيشوب اف 7. الفيل طالب الوزير، والتفريع الرئيسي الوزير بياخد الفيل وبيخسر، لكن اللي يحدث لو الوزير ذهب الى اي عمود غير العمود اي مثلا للمربع سي 8 هنا هيفقد السيطرة على المربع اي 3، والابيض هيلعب ببساطة كوين اي 3 تشيك ميت، والفيل بيمنع الملك من الهرب، ولذلك الوزير لابد ان يبقى على العمود اي، ولا يوجد اي مربع امن غير المربع اي 5، وهنا الابيض بيقترب من تحقيق فكرته بكوين بي 4 تشيك، ولا يوجد امامه غير المربع دي 3،
والابيض بيلاحق الملك ببيشوب جي 6 تشيك، والكش دي كش مات الا لو الاسود غطى بالوزير او غطى بالبيدق. وهنا الابيض بيلعب ببساطة بيشوب اف 4 تشيك، ودي ايضا كش مات الا لو الوزير اخد الفيل، وبكده بيجي الملك والوزير على نفس الوتر، والابيض بيفوز فورا بكوين بي 1 تشيك، والملك لازم يغادر، والابيض بيفوز بالوزير وبيفوز بالدور. اذا الذهاب للمربع E5 ايضا لا يصلح، وبنصل للتفريع الرئيسي. الوزير بياخد الفيل، لكن الابيض بيفوز في نقلتين بكوين E3 تشيك، والملك لابد ان يذهب الى اي من المربعات البيضاء. مثلا لو ذهب للمربع C4 بيكون مع الوزير على نفس الوتر، والابيض بيفوز فورا بكوين بثري تشيك، والملك لازم يغادر، والابيض بيفوز بالوزير وبيفوز بالدور. وارجو ان يكون مجموعة من الاصدقاء قد وصلوا للفكرة والتنفيذ الصحيح. واخيرا وصلنا الى اجابة الموقف التكتيكي. مورفي لعب بكل بساطة النقلة الرائعة D6، والنقلة دي لها اكتر من غرض، اولهم فتح العمود دي المؤدي الى الوزير، وثانيا اخلاء المربع D5. على اي حال الفيل له اختيارين، اما اخذ البيدق او التراجع للخلف. هيصبح الحصان مربوط على الوزير، وهنا الابيض هيفوز فورا بالنقلة الرائعة نايت D5. طالب ان يكسر على المربع F6، وبعد الاخذ بالبيدق بياخد بالفيل بشوكة للوزير والرخ ويفوز، وكذلك طالب النايت C7 بشوكة للملك والرخ، وفي كل الأحوال بيستغل الربط على الحصانين لكي يصل للفوز، ولذلك تراجع الفيل لا يصلح. وبالفعل الأسود في الدور أخذ البيدق، وبكده تم فتح العمود دي، ومورفي لعب بكل رشاقة النقلة الرائعة كاسل لونج، طالب الفيل، والفيل لو غادر بعيدا الأبيض هيفوز بقطعة على المربع D7، والحصان الاخر لا يستطيع التحرك والا يخسر الوزير، ولذلك الفيل هيكتفي بالتراجع للمربع E7، وبكده تم تحرير الحصان من الربط. لكن هنا ايضا الابيض هيفوز ببيشوب تيكس F6، والابيض خلص من المدافع الرئيسي عن الحصان، وسواء الاسود اخذ بالبيدق او اخذ بالفيل الابيض هياخد على المربع D7 وهيفوز بقطعة وطالب الوزير، والملك اصبح في موقف حرج لانه معرض لكش بالكش، والابيض هيفوز في كل التفريعات، ولذلك تحرك الفيل لا يصلح، ويتبقى فقط حماية الفيل بكوين C7. وفي هذه الحالة الابيض هيفوز ايضا ببيشوب تيكس F6، وبالطبع الحصان لا يستطيع الاخذ لانه مربوط على الملك، وبعد جي تيكس F6 كوين تيكس F6، طالب الرخ وطالب الفيل، ولابد ان هيفوز بقطعة وهيفوز بالدور. لاحظ مرة اخرى ان الحصان لا يستطيع الاخذ لانه مربوط على الملك. وارجو ان ينضم لي الاصدقاء في ارسال تحية من القرن 21 الى ابن القرن 19 واحد اساطير الشطرنج بولت شارلز مورفي. ودلوقتي اودعكم على امل اللقاء في الفيديو القادم، فإلى ذلك الحين أتمنى لكم أوقاتا ممتعة. وإذا أعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل إعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك.